طيب سريعا جدا قبل ما نتكلم عن الامور الفنيه، كريم رايك في المباراه امبارح؟ المباراة هي استمرار للشكل الجيد اللي ظهر بيه النادي الأهلي في تونس وبداية كولر. أنا يعني أجزم إن إحنا ما عندناش القدرة إن إحنا نحكم بشكل نهائي على طبعا كولر ولا حتى الصفقات الجديدة للنادي الأهلي ولا حتى شكل الفريق بشكل عام إلا بعد فترة من مباريات الدوري العام، ربما تصل إلى 10 مباريات. لكن في بشرة خير إحنا حاسينها من أول مباراتين، وفي واضح إن في ترجمة لفترة الإعداد الجيدة اللي عملها كولر، وكمان في نتائج مبشرة لنظام اليوم الكامل اللي حطه كولر منذ مجيئه للفريق. وشفنا الفريق في تونس وصل، يعني لما نقول مثلا النادي الأهلي مثلا في تونس يعمل 652 تمريرة قدام اتحاد مونستير في تونس، ده يدينا مؤشر يعني فلسفة الفريق عامله ازاي. وطبعا شفنا الترجمه الاخرى بقى ان احنا لما بدا النادي الاهلي مباراه العوده مهاجما من الدقيقه الاولى، شفنا المباراه السيناريو بتاعها ماشي ازاي، وطبعا ده هنستعرضه بقى في الحلقه معانا بشكل فني. السيستم، الراجل ده جاي يعمل سيستم، مارسيل كولر مليون في المية. أنا لست من المتعجلين أبدا بالحكم بالإيجاب أو بالسلب على أي مدير فني، لكن مارسيل كولر بيرسي سيستم ونظام داخل النادي الأهلي، شكل لعب، طريقة، وبيحاول يزود الهارموني عشان يزود اتقان المخرج اللي خارج من الشكل ده. بنلاقي انه خط الدفاع ثابت في المباراتين، بنلاقي انه المباراتين الافتتاحيتين في الموسم وعلاقته بجماهير النادي الاهلي وعلاقته بمسيرته في الموسم، لان احنا بنتكلم على المباراتين المفتاح لدوري ابطال افريقيا والتاهل لدور المجموعات اللي لسه هيكون بعد يناير في شهر فبراير القادم. الراجل نجح فيهم انه يفوز ذهابا ايابا بشباك خاليه. اذا على صعيد النتيجه فالراجل نجح، على صعيد السيستم الراجل نجح. هناك بعض الحاجات تحتاج للتطوير، هناك بعض الحاجات تحتاج للوقت. مرحلة الإتقان للسيستم اللي الراجل طالبه والشكل والهارموني بتاع اللعب سواء في الخروج بالكورة أو الديناميكية بتاعت الخط الأمامي تحديدا تحتاج إلى مزيد من الوقت. مهم جدا الراجل داخل الموسم بشكل جيد، مركز، النظام جوه الفرقة، الشكل والمجموعة اللي بتلعب والعدد الكبير اللي خد فرصة في المباراتين بيقول لك الراجل واعي كويس، والقياسات اللي عملها في بداية الموسم فادته بشكل جيد، عارف رايح اللعيب امتى، عارف يشغله امتى. دي كلها بنسميها بشائر، مش بنحكم، لكن دي بشائر جيده جدا جدا لمارسيل كولر وللمجموعه اللي موجوده معاه، ان راجل قادر يشتغل بالمجموعه دي في مباراتين تاني امام منافس قوي، منافس محترم وصيف للدوري التونسي. خرجت بالفوز ذهابا ايابا مع تحقيق شباك نظيفه في المباراتين. اذا النجاح على صعيد السيستم حصل، النجاح على صعيد النتيجه حصل، طبعا منتظرين الافضل، والراجل شغال على ده، والهارموني هيجي بالوقت، فالناس تصبر شويه. اظن النتائج ان شاء الله هنتكلم تفصيليا على اللي حصل في المباراه بعد الفرق.